الدنيا. نعم. انت ما كانش عندك مشاكل مع العدالة في مسارك السياسي؟ لا، ولكن في مسار اللي مشيته الاقتصادي كان عندك مشكلة. ايه، لان شيء احكينا حكاية اللقاح في الجلالي. لا سهل. وشوف 92 أسسنا شركة في البيولوجيا، انا كنت في المخبر في الخارج ونتعامل مع الخلايا هذاك لي كولتور سيلولير ونديروا لا بيولوجي شويه متقدمه. انا داك بدينا نصنعوا في ادويه في الميدان البيطري. يا للاسف كي وصلنا الى لقاح تاع ضد المرض الجدري عند يعني الماشيه، صبح مشكل كبير. لان اليوم يقولوها والجزائريين على بالهم بهذا الشيء، اللقاح هذا كانوا يستوردوه وما كانش عنده رخصة رسمية، ما عندوش يعني ملف علمي باش يقدروا يديروا الاستيراد تاعو. الاستيراد تاعو كان من قبل وزارة الفلاحة، واللقاح هذاك يروح رسميا يتوزع مجانا للناس اللي يعني ربيه والمواشي، ولكن في الواقع كان يتباع. وانت تفهم انه عندك 20 مليون رأس مال اللي لازم يديروا له اللقاح هذاك، فكر شعال منه النسبة تاعو كانت تروح تتباع في السوق السوداء. أنا جينا قلنا نديروا لقاح رسمي ويصبح يعني يتباع، راك تفسد السوق تاع ناس اللي كان عندهم أرباح خيالية وإحنا ما على بالناش بهاد الأمور. ومن بعد يعني دخلت غلقوا لنا المخبر وداروا مشاكل الى اخره، وقال لك نشارعوك لان راك راح خدمت لقاح هو ممنوع. كيفاش ممنوع؟ هذا لقاح ممنوع. المهم من بعد مع حتى مع العداله يعني انتهت القضيه وكانت براءه الى اخره، ولكن احنا على بالنا باللي باش نقول لك الاستدعاء لاستدعاء اللي ما وصلنيش في الحقيقه، بعتوه للحزب السياسي ما بعتوليش ليا انايا في قضيه تاع اقتصاديه. هل كانت عندها معنى؟ ما عندهاش معنى. هذه واش من سنه؟ هذه بدات المشكل في 96 بدا المشكل، ولكن انتهى في 2002 ولا 2003.